بعد حدود يتنكر الغالي ويعلن صدوده ويزيد في صده لبعد حدود يبقى الأمل فيه كل الأحوال درب المحبة هو طريق السعادة. الشر بنفوس البشر ضد الخير، والصبر مفتاح الفرج والوفا غير. الشر بنفوس البشر ضد الخير، والصبر مفتاح الفرج والوفا غير. اللي زرع زرع بيجني حصاد. درب المحبة درب المحبة هو طريق السعادة. عود بيتك يا ساري يا أخوي، وعيوني وقلبي بعد يا عود. تفضلي. لا تطوف وسمعت. نعم يا عمتي نعم. ما شفتي عهوده؟ لا ما شفتها، ما هي في حجة.
حجرتها. لا ما هي في حجرته ولا في اي مكان في البيت. يا ابو شو اسوي؟ ما ادري شو سويت الحين. الناس على وشك الوصول، شو اقول لهم؟ قولي لهم نايمه. اي نايمه؟ اي نايمه انت الثانيه؟ اتصل اتصل من وجهي. يلا اتصل. رب رب وين راحت هذه؟ ما في غيره. ناصر شوف لك حل مع ولدك هذا، يا انه يفكني من شره ولا يندم على اللحظه اللي دل فيها بيتنا وحياتنا. وش سوى لك ولدي؟ خطف بنتي الثانيه. خطفها؟ اي خطفها. شافني سكت ناله لما خطف خلود، اتجرى وخطف عهود. ما اعتقد ان سعود بياخذ عهود غصبا عنها. بنتك هربت وراحت له. بنتك هربت من جبروتك، هربت من اللي بتسوينا فيها. ناصر واللي يرحم والديك، انا مو بناقصه. شوف لي حل، الناس بيوصلون، شو اقول لهم؟ وانت خدتي رايي في سالفه العريس علشان تطلبين الفزعه؟ صج عينك قويه. ناصر ارجوك شوف لي حل، لا تفضحوني قدام الناس. بنتك هربت بسببك، والمفروض انت تشوفين حل مو هبانا. ويكون في علمك انا موافق على اللي سويته عهود. مو وقت التشمت يا ناصر، انا مو فاضيه لك ولا محتاجه لك اصلا. سبحان اللي نصرهم ساره وساره وعيالها. يا ليت تعتبرين يا مريم، حتى بناتك راحوا منك. تطمني يا حبيبتي، ما حد يقدر يغصبك على شيء. تطمني يا بنيتي، انت الان بامان، أخوك سعود راح يوقف في وجه أي واحد يأذيكي ولا يجبرك على اللي أنت ما تبينه. حتى لو كان هالواحد أمي، أمي اللي ما يقدر عليها أحد. ما في أحد ما يقدر عليه أحد يا عهود. سعود قدر يوقف وجهها، خذاني من بيتها وما قدرت تمنعه أو تصده. الحين أنت شلونك يا خلود؟ زي ما انتي شايفة مرتاحة ومبسوطة وحاسة بطمأنينة، تقدرين تقولين عمري ما حسيتها بحياتي. عهود شلون ابوك؟ اقصد ليه ما منع امك من هاللي ناوية تسويه؟ ابوي ما يقدر عليها. امي متحكمة في كل شيء في حياتي. جدتي ام ناصر هي المسؤولة، كتبت كل شيء باسم الوالدة، وهي بعد ما قصرت ذلت لين ما قال بس. وليه متحملها وصابر عليها إلى الحين؟ كل شيء بيدها. أبوي لو تركها أمي بتحرمها من كل شيء. مع أن الفلوس والعز له. أم ناصر ذكية، كانت عارفة أنه بيترك مريم من يوم ما تموت، سوت كذي علشان ما يفكر انه يتركها. هي قاسية معاكم، باردة معنا، ما تدري عنا ولا تحس فينا. يمه انا احبك. ابيك تطمنين يا عهود، انا معك وكلنا معك، ما راح يصير شيء انت ما تبينه. وين عهود؟ داخل. روح نادها لي. ليه؟ ابيها. عهود تعبانه وتبي ترتاح عندي كم يوم. عاد هو بكيفك ولا بكيفها؟ تعالي هنا. خالتي ساره. هذه سوير؟ الزم حدودك!
سارة تسواك وتسوى عشر من أمثالك، لا تغلطين عليها، ترى وراها ناس يأكلونك إن حاولت تقربين منها. يمه خوفتيني. اذكر والله يا جماعة وخلونا نتفاهم. أنا ماني بجاية أتفاهم مع هالأشكال، أنا جاية أخذ بناتي اللي خطفتوهم أنتوا مني. يمه هم ما خطفونا، حنا هنا بكامل إرادتنا. وأخيرا حكت المدمنة. أختي ما هي بمدمنة وما في داعي تقولين عليها هالكلام. امشي انت وياها قدامي يلا. ما تقدرين تاخذينهم غصبا عنهم يا مريم. ومين بيمنعني ان شاء الله؟ انا اللي بمنعك. انت تمنعني انا؟ اي انا. وتفضلي من غير مطرود، خواتي في بيتي وما حد يقدر يطلعهم منه وما يبون، فاهمه؟ والله صار لك لسان يا ولد الخايبه. قايل لك لا تغلطين على أمي، لا تخليني أسوي شيء عمري ما سويته. يعني إيش بتسوي؟ تضربني؟ إذا اضطريت ماني متردد يا مريم، كل شيء إلا أمي. والحين اطلعي بكرامتك وما لا داعي نغلط عليك يا أزود. ماني بطالعة من هنا إلا لما أخذ بناتي معاي. قلت لك خواتي ما يطلعون من هالبيت إلا برضاهم، تبون تروحون معاها؟ لا يا سعود. ولو ان شاء الله انت وياها، ايش عاجبكم بهالبيت اللي ما يجي ملحق عندي؟ البيت هذا يمه عمران بحبه هلا وحنانه، والبيت اللي انت بازه فيه في نظرنا ما يسوى شيء، خرابه. خلود عهود، ايش هذا اللي تقولونه؟ سحركم، انتوا صاحين ولا مجانين؟ سمعتي رايهم؟ ممكن تتفضلين برا الان؟ عيب يا سعود، ما يصير كذا يا ولدي، المرأة مهما كان في بيتك. أرجوك يمه خلي ياخذ حقنا مرة واحدة بحياتنا. مهما كان هذه مرتبه. والله لو تتمسكنين من الحين لبكرة ما راح تضحكين علي مثل ما ضحكت عليهم. تطلعين ولا شلون؟ بطلع يا سعود بطلع، بس إذا ما دفعتك ثمن هاللي تسويه ما أكون مريم. أعلى ما في خيلك اركبي يا مريم. تصدق يا ناصر، ربك يمهل ولا يهمل، واللي يحصل لك والمريم عقوبتكم فيهم. ولمن يصدق وأنا خالك، بناتك الثنتين يتخلون عن كل هالعز ويفضلون عليه أخوهم وأهله. وانت بعد يا خال ما قصرت، لك دور في اللي حصل لهم، ليش ما جاتك عقوبتك؟ عندنا وعندك خير، والله هو في أكثر من اللي أنا فيه. ولدي الوحيد يا ناصر في آخر الدنيا أشوفك كل 4 سنوات مرة واحدة، وأنا مريض وحيد، وحشة سكنت بيتي وقلبي يا ناصر. معك حق يا خال، الله يسامحنا على كل اللي سوينا. كود اللي نشوفه وانا خالك تكفير ذنوب. لا يا ناصر، انت بتقعد بحالك معاها مريم؟ ايه مريم، هذا قدري. والى متى وانت بتستسلم بهالشكل يا اخي؟ بناتك هم بناتك ما تحملوا، هجوا من الحياة، ان شاء الله مصبرك عليها. وانا اروح يا خال، وانا ما املك غير هدومي، على يدك اخذ منكم المرتب ويطير نص الشهر. اوامر صاحبه المال. وانت بس تطالعها؟ انا ما اقدر اصاح، مرتك تخوف. اجل لا تسالني ايش بسوي، معدوم وطفران، وش بقدر اسوي؟ وين اروح؟ تعال عندي يا ناصر. انت بتتحمل اللي بتسويه فيك؟ لا والله أنا رجال ما عاد فيني حيل. الله يكون في عوني. هي وينها؟ هي من جات عندهم من البارحة وهي قافلة على نفسها، أكيد تخطط على شيء. أخاف أنها ناوية تسوي شيء في ولدك. لا تخاف، السعود رجال ما ينخاف عليه، سارة ربت رجال. مشتاق لسارة. شوق العمى لمعانق الشوف يا خال. يا سلام،
ناصر وأنا خالك. اكسر القيد. سارة وحياتك معاها تناديك. لا تضيع أكثر مما ضعت يا ناصر. نصيحة خالك اسمعها. هذه فرصة جت لها حدك. إذا ما استغليتها راح تندم عليها طول عمرك. لكن يا خال، إذا هداك الله يا ناصر ورحت لها قل لها تسامحني يا ناصر. قل لها أني كنت عبد مامور، ما قصدت ولا بغيت أذاهم. ودي أروح لها يا خال، بس بأي وجه؟ بأي وجه أروح حق الإنسان اللي تخليت عنها علشان الفلوس والعز، أرجع لها فقير ومعدم؟ وأنا ما عطيتهم كلمة إلين ما أخذ رأيك يا عمي. أنتوا خالتي تأكدوا أني بمشي في اللي تقولونه من غير أي مناقشة. مبروك مبروك يا بنتي، الله يوفقك ويسعدك ويسر عليك إن شاء الله. أفهم من كلامك أنك موافق يا عمي. وتركي رجال أن ينحط على اليمنى، والله أراد أن يعوضك بعد الشقة والعذاب مع صالح الرجال الطيب. بنتي أنا موافق وما بيشتري الدينة. وانت يا خالتي وش تقولين؟ هذا حقك يا بنيتي وما حد يقدر يمنعك. بس أنا مترددة وخايفة أقدم على هالخطوة. وش اللي مخوفك يا هيا؟ تجربتي مع صالح وتجربة سارة مع ناصر عقدتني، خلتني أخاف أني أفكر في الزواج مرة ثانية. مثل ما في زواج فاشل يا بنتي في زواج ناجح، وأكبر دليل زواج أمك وأبوك. تذكرين إيش قد شافوا من المشاكل ومع ذلك زواجهم استمر بسعادة الكل كان يحسدهم عليها. هيا يا بنيتي، حسب كلامك يا يمة وكلام أبو صالح الريال يا يمة مبسوط وطيب ولد حلال، وما عنده يا يمة إلا بنت واحدة. توكلي على الله يا يمة واخذيه، ترى ما يجوز تبطرين على النعم. وصالح؟ وانتي إلى هالحين تفكرين في صالح؟ لا عمي فهمتني غلط، أنا أقصد أني خايفة يرجع ويلاقيني متزوجة وياخذ محمد مني. تطمني وأنا عمك، ما حد يقدر ياخذ ولدك منك وراسي يشم الهوى. بس لا تحرميني مني يا بنيتي، إن ما لنا في هالدنيا إلا الله ثم هو. محمد يا بنيتي انظري اللي أشوف به، ما تخيل يا يوم يمر يوم ما أشوفه أو واحد. أنا مستحيل أحرمكم من محمد، مو كفاية حرمته من أبوه. تطمني يا مصالح، هيا بنت أصيلة مواقفها معانا مشرفة، وما يجي من هالردة وأمها مسارة. سبعة عام بمسارة. استخدام معجون أسنان مخصص لحساسية الأسنان لا يعني بالضرورة التنازل عن فوائد معجون الأسنان الأخرى. سنسوداين الحماية المتكامل بلس تحتوي على كثير من الفوائد، أميزها الحماية من حساسية الأسنان، حماية الأسنان من التسوسات. سنسوداين الحماية المتكامل بلس يعتبر خيار مناسب جدا لاستخدامه كروتين يومي صحي للحماية من حساسية الأسنان وعدم التنازل عن فوائد معجون الأسنان الأخرى.
لا يا موضي، سافروا. إيه خالتي شوي تعبانة. إيه بعد شو نسوي؟ المرض ما يجي إلا فجأة. خالد؟ لا قولي له خليه يطمن، كل شيء ماشي مثل ما خططنا له. عاد شو نسوي؟ لو من الظروف هذه كان من زمان عهود على ذمته. إيه لا لا لا، إن شاء الله مو متأخرين عليكم. مع السلامة. يا ربي شو السواد الحين؟ شو البلشة هذه؟ لا تطوف، لا تطوف وصمخ، تعالي بسرعة. الشر بنفوس البشر ضد للخير، والصبر مفتاح الفرج والوفا غير. الشر بنفوس البشر ضد للخير، والصبر مفتاح هلا الفرج. هلا بمدام لطوف، وين القهوة اللي صار لي ساعة طالبتها؟ أشرف المطبخ وما فيكم بركة؟ القهوة قدامك يا عمتي. الشرحة اللي حاطها وما قال لي. المهم عمي أحمد ما عاد يجينا؟ يجي بين فترة وفترة، يزور عمي ناصر. زين روحي روحي طسي يلا بسرعة يبي عبات يلا. وفجأة لقيت أمي منيرة كأنها بنت 20 سنة، نطت من مكانها إلينا على الدرج. أحق لها، تخيلي طلعت لها واحدة وجهها أسود وشعرها طاق، ولا وبنص الليل بعد. الله يعظم أجرها، بس من اللي تسوي فيها نجود؟ نجود أنت فعلا حبيبتي تحبين الاختراع؟ أموت فيه، ويا كثر ما اخترعت أشياء بس ما حد عبرها. طيب ليه؟ مين يعبرها؟ المسألة محتاجة لدعم مادي ومعنوي، وفي ديرتنا ما يهتمون بهذه الأمور. والله حرام، تدرين حبيبتي أنت فعلا تعتبرين طاقة بشرية المفروض كل المجتمع يستفيد منها. عنود سمعتي؟ طاقة بشرية، ركزي على هالكلمة يمكن احتاجها في وقت من الأوقات. أوه نجود أحد مدحها وش يخلصنا اليوم؟ فعلا يا عنود، نجود معروفة بذكائها في الجامعة. في هذه ما أنكر، ما شاء الله عليها معدلها ما ينزل عن 5. خلود كمان كانت مشهورة بذكائها في الجامعة، بس لا تقولين بس، خلود إلينا الحين أشطر البنات وأذكاهم. لا تقولين كذي يا عهود. خلود مرت التجربة بسيطة وتجاوزتها لله الحمد. مفاجأة من القلب. كيفك؟ هلا عني. شو أخبارك؟ أحلى مفاجأة. شلونك؟ ها خلود شو أخبارك؟ الحمد لله أحسن. شلونك الحين؟ الحمد لله. شو مسوية؟ الحمد لله. كل شيء تمام؟ إيه. الحمد لله. عهود اختنا الرابعة. اهلين. شفتي كل مرة تجين تلقينا زايدين وحدة. ما شاء الله عليكم. انتي اكيد نجلة. تعرفيني؟ الا اعرفك، ما قد مرة البنات تكلموا الا وجابوا سيرتك. عشان تعرفين انك مهمة عندنا. شخباركم؟ شخبارها يا؟ ردت عليكم؟ تثقل بس لا تهمك، مصيرها توافق. يا رب. ولو ما وافقت ممكن تحسين على دمك وتخطبيني انا لابوك؟ اصغر مني وتصيرين مرت ابوي؟ يا ليت، كان اخليك تسميني خالتك وامشي كلامي عليك. وبعدين اقنع ابوك اللي هو رجلي انه يزوجك ونفتك منك. على مين ان شاء الله؟ على اخوي سعود. انت وش قلتي له في التليفون يوم رد عليك؟ وش بتقول له يعني؟ ما احنا كنا واقفين. اي كنا واقفين نسمع سعود اللي وجهه صار مثل الطماطم وهو يحكي معك. نجود البنات جالسين. ما عليك، هذولا منا وفينا. يلا قولي لي وش قلتي له. انا اعرف شلون سكتك يا نجود. يما 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 بابا. ايش في بيتنا هذا؟ ها ليه تبونا ننقل منه؟ يما سعود يقول انها صغيره علينا، وبعدين البنات لازم يكون لكل واحده منهم غرفه، بعدين هو يمكن يتزوج. ولو المفروض ان سعود يحافظ على قروشه ما يضيعهم في اشياء ما لها لازمه. انا قلت له يمه لكن هو مصر.
خلاص انا بحكي معه. بعدين انا تعودت على البيت وحبيته يا ساره، ما اقدر انقل منه بسهوله وابعد عنه. صار حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ معنا ام صالح وابو صالح اذا كان هذا يخليك توافقين يا يمه. ايه بس عاد يا ولدي هم بيوافقون. ما اظنهم بيوافقون. عمي ابو صالح عنده عزه نفس ما شفتها عند احد. ايه بس يمه لازم حنا ننقل من هالبيت. انا حاط عيني على كم واحد، انتوا بس شوفوها وقولي لي رايكم. خلها لك انت وزوجتك يا ولدي. وانت متخيله او متصوره اني اذا تزوجت ابستقل وابعد عنكم؟ هذه سنه الحياه يا ولدي، لن تبول ولا بتالي. وبعدين ما عاد فيه وحده ترضى تسكن ببيت اهل زوجها، صعبه هالايام يا سعود. يمه اتخلى عنك انت وجدتي وخواتي وخالتي وحمودي، المستحيل بعينه، واللي باخذها لازم تعرف الشيء هذا زين. خواتي فوق؟ اي يمه بس لا تروح لهم، نجلة عندهم. نجلة بنت حلال ما شاء الله عليها، فيها تواضع ما شفته في حد غيرها، رغم انها غرقانة في العز والدلال. ايه يا بخته تكون من نصيبه. سعود ليه ما بتتزوج يا ولدي؟ الحمد لله انت بخير وعافية والله فاتحة عليك، خلنا ندور لك عروس ونزوجك. ماني بنتزوج قبل خواتي يمه. لمتى وحنا بنت مناشبين في حلق هالولد؟ ها اعرس يا ولدي وشف نفسك، وما عليك من حد، خلاص كفاية اللي سويته. انت يا سعود سويت اللي عليك وزود، وجا الوقت اللي ترتاح فيه وتشوف نفسك. انا ما اشوف نفسي الا من خلالكم انتم يا مل حياتي ونورها. صعب صعب اللي قاعدة تقولينه يا مريم، صعب وانا عمك. وش اللي صعبه؟ ما انت طول عمرك قايم بالمهمة هذه، لا شكيت ولا تذمرت، شو اللي تغير يا عمي؟ انت وش دراك؟ وش دراك يا مريم؟ وش دراك اني انا ما اشتكيت؟ وش دراك اني انا ما تذمرت؟ انت كنت تسمعيني؟ عمي ارجوك يا عمي الحين لا تتخلى عني، بعطيك اللي تبي، وإذا كان الراتب ما يكفي أزيده إلا أضعفه 3 مرات، بس المهم ترجع وكيل أعمالي. وأنت ليه مصرة؟ ليه مصرة ما تعطي ناصر التوكيل؟ وشلون أعطيه؟ شلون أعطيه التوكيل وخاصة بعد ما طلعوا عياله بالصورة؟ تبيني أضيع كل اللي سوته عمتي أم ناصر؟ واللي سوته أم ناصر يا مريم كان صحيح. فوقي يا بنتي، نصيحة عمك فوقي فوقي قبل فوات الأوان يا مريم، ورجعي لأصحاب الحق حقكم. ما حد له حق عندي، كل اللي عندي ملك الحالي، ما حد له شيء عندي، فاهم يا عمي؟ فاهم يا مريم فاهم، وبيك بعد أنت تفهمين أني ما عندي أي استعداد أرجع لهاللعبة. أنا ما صدقت على الله أني أخرج منها، ويا دوب ألقى وقت كفر عن ذنوبي وخطاياي. انت كذا تتخلى عني وانا بامس الحاجه لك يا عمي؟ انت انسانه متزوجه يا مريم، وعندك رجل قادر على انه يساعدك ويقف جنبك، وما عليك خوف وانا عمك. طيب يا عمي طيب، ماني بناسي لك الموقف هذا طول ماني عايشه. مع انك نسيتي كل الخير اللي سويته لك انت وعمتك. وإذا كان ناصر محرضك على الشيء هذا قل له مريم صاحية ما ينضحك عليها. يا ريت يا مريم ما تخسري رجلك زي ما خسرتي كل اللي حولك. فكري وانا عمك، فكري قبل لا يضيع بعد هو منك. يضيع في 60 داهية ما عليه حسوفة.
ما بغيت تقولها يا أحمد. أخيرا صرت رجال وتقدر تقول لا. معناها أني الحين جاهز للعرس. ليه لا؟ عهود معاها حق. وانا وش بسوي فيني؟ انت بتروح معي، انا وياك ما يفرقنا الا الموت. والمارس بيوافق؟ حتى لو ما وافق بسلامته يشوف وحده غيري. تدرين ما انت فعلا محتاج رجل، وانا بعد محتاج ابو، وبترك يقولون عنه انه طيب. يعني انت موافق؟ لازم اوافق يما، ولا بصير اناني مثل ابوي. محمد ابيك توافق على اقتناع. انا موافق يما، صدقيني موافق، بس بيصير عندي اخ او اخت العب معاهم بدل ما انا بحالي. يعني نجرب تصير اختي. من اولها لقيت لك اخت جاهزه. من اولها دكتور العنود، أنا بصراحة أدين لك باعتذار. بصراحة أنا ظلمتك وظلمت كل زميلاتك لما قللت من دوركم وعطائكم وحجمت من إمكانياتكم. اللي سلمت الآن إنها ما تقل عن إمكانيات الدكاترة زملائكم. أنا سعيدة جداً أني أسمع منك هالكلام يا دكتور ماجد، وأتوقع أن حكمك على المرأة كان من منطلق تجربة شخصية. آسفة إذا كنت غلطانة. يمكن يكون قربت من الحقيقة، بس ممكن نتجاوز هالأمر بعد ما أنا غيرت رأيي ورجعت لقناعتي بقدرات المرأة وأهمية دورها. بس من حقي أقول كلمة واحدة إذا ما يضايقك. تفضلي. المرأة يا دكتور ماجد عندها الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بكل ما يمكن أن يقوم به الرجل، بس هي محتاجة للدعم والمساندة، وأهم شيء الثقة، خاصة منهم في المراكز القيادية وصناع القرار مثلك يا دكتور ماجد. تأخر المرأة أو قصور دورها في مجتمعنا ما هو بقصور أو تقصير منها، لا، القصور في الإمكانيات المتاحة لها والفرص اللي قدامها. واللي حصل لي معاك أكبر دليل. ولو أني ما واجهتك أو قاومتك ورفضت التمييز العنصري بيني وبين زملائي الأطباء، واللي كان مبدأك كان حالي حال عدد كثير من الطبيبات إلا انتهى بهن الأمر إلى طبيبة في وحدة صحية. خلاص يا دكتورة العنود، أنت أثبتتي وجهة نظرك وأنا أعترف لك أني أخطأت في حقك. ممكن تعذريني؟ اللي سويته لي في الشهور الأخيرة وإيمانك بإمكانياتي كان اعتذار كافي يا دكتور ماجد. أنا أدرك يا دكتور، وراي مرور. دكتورة العنود، ممكن أتعرف على أخوك سعود؟ سعود؟ إذا ما في مانع. ليه؟ أنا قلت إذا ما عندك مانع. اتشرف أي وقت يا دكتور. نجلة يا نجلة. خبر أحلى منه ما في. اليوم سعود خبرني إنها وافقت وما عندها مانع. مبروك يبا، ألف ألف مبروك يبا. أخيراً السعادة والفرح بيعرفون طريق هالبيت. أخيراً بنتخلص من الهم والحزن. أخيراً بيتحول هالهدوء القاتل لصوت كله حياة. لهالدرجة أنت مبسوطة يا نجلة؟ لو أحد من كم شهر قال لي أني بكون بهالسعادة خاصة في مثل هالموقف كان قلت عنه أنه مهبول وما عنده سالفة. الحمد لله على هالنعمة،
من دخل سعود في حياتي والهنا والسعادة داخلين معاه، هالولد هذا كله خير وبركة. تدرين يا نجلة، لولا الحياة كان خطبتك بنفسي له. هذا الشاب اللي كنت أتمنى يكون من نصيبك يا نجلة، هو اللي بأمن عليك دين وأدب وأخلاق وحنان ما شفته. يا ليت يكون من نصيبك يا نجلة، يا ليت. يبا يا عيون أبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو أقولكم اليوم من اللي جاني في المكتب ما راح تصدقون. من يوم؟ الدكتور ماجد المشرف على العنود. وش يبي هذا بعد؟ يبي يخطب العنود. أنا بصراحة ما عرفت شو أقول له، لكن اللي أعرفه أنه قبل العنود كانت تشتكي منه. طيب وش سويت؟ قلت له أعطني وقت. ما تلاحظون يا جماعة أن الفرح يجر فرح مثل ما الحزن يجر حزن؟ يمه وين العنود؟ فوق. ليه بتقول لها الحين؟ وش احتري يمه؟ لازم أقول لها، خاصة أنها تشوفها كل يوم في المستشفى. عنود؟ عنود؟ نجود أكلمك بعدين، أنا سعودي ناديني. على فكرة قولي لخالتي هي تمر على الكوافير عشان تعمل لها بروفا. إيه اليوم؟ خلاص خلاص، مع السلامة. على إذنكم أنا أروح أشوف سعود لأني ناديني. إحساسي وأنا هنا غير عن إحساسي وإحنا بالبيت. تصدقيني يا هود إذا قلت لك إني ما حسيت بطعم الحياة إلا وأنا هنا؟ قبل كنت أحس بالفراغ والوحدة وكل الأشياء فاقدة معانيها، بس الحين إحساسي بكل شيء تغير. وأنتي بعد تغيرتي يا خلود. أنا أحس وأنا ناظرك إنك مرتاحة ومبسوطة مستقرة يا هود. صدقيني هذا أهم شيء فرق عندي. يا هود قولي لي، انت فعلا تحسين انك تنتمين لهنا لهالبيت وهلا؟ اكثر من احساسي بالانتماء للقصر اللي كنا عايشين فيه. اي بس حنا لمتى بنقعد هنا؟ لما الله يهدي الوالده وتتغير. افرض ما تغيرت، حنا بنقعد هنا على قلب سعود؟ هو وش ذنبه يتحمل عبئنا؟ مو كفايه العبء اللي حمله له ابوي طول هالسنين؟ الله يهديك يا يوم، ليه حولتي حياتنا الجحيم ودمار؟ ليه اضطرتينا للي سويناه وشتتي شملنا؟ ليه؟ أنا مكسور خاطري على أبوي، والله أعلم شو مسوي معه. الله يكون في عونه إن شاء الله. أحب أقول لك يا ناصر إن خطتك أنت وعمي أحمد نجحت. أهنيك يا ناصر على نجاح خطتك القذرة. أي خطة؟ ما هو علي يا ناصر، أنا عارفة ومتأكدة إنك أنت وعمي أحمد وعهود اتفقتوا تسوون اللي سويتوه عشان يوقف حال العمل، واضطر أوكلك بعد ما يتخلى الجميع عني. أنا في وادي وأنت في وادي ثاني يا مريم. أنا قررت إني أوكلك على كل شيء يا ناصر. مو هذا اللي تبيه وتحن عليه من زمان؟ غريبة، أنا مضطرة ومكرهة على الشيء هذا، مو من طيب خاطر، بس شو أسوي؟ ما لقيت قدامي إلا أنت. يعني بتوكليني على كل شيء؟ كل شيء؟ إي، بس لي شرط واحد. اللي هو؟ أبيك توقع لي 3 شيكات على بياض، على الأقل أضمن أنك ما تتلاعب بأموالي واستخدمها ضدك إذا حسيت أنك عطيت قرش واحد لسوير وعيالها. ما
خلي اموالك وثروتك لك، ما ابي اي وكاله عليها. يعني شلون؟ يعني اطلعي من حجرتي، عرضك مرفوض. ومساله اني انا اوقع الشيكات انسيه مريم، ماني بناقص قيود وذل، كفايه علي اللي شفته منكم. تراك زودتها يا ناصر، ايش ناوي عليه؟ وش ناوي تسوي؟ وش ناوين انتم كلكم تسوون؟ عمي رفض مساعدتي وبناتي هربوا لاكبر عدو لي، وانت انت احر ما عندي ابعد ما عندك. اسألي نفسك ليش؟ يمكن تكتشفين انك عدوه نفسك وسبب كل اللي حصل لك. لا تتوقع يا ناصر اني انهزمت وانكسرت. ما عاش اللي يذل مريم ويهينها ويشمت فيها. بكره كلكم كلكم تجون وتحبون ايدي عشان اسامحكم وارضى عليكم. أنا مو رافضة، أنا متفاجئة يا سعود. اللي فهمته أن الرجال شريك ومستعد ينفذ لك كل رغباتك بما فيها استمرارك بالتخصص اللي أنت تبين وبدون تدخل منه. الظاهر عرف قيمتك يا العنود. طبعاً حول السنة وهي تشتغل معاه أكيد بيعرف طبعها وأخلاقها. اللي عجبني بالرجال أنه طق الباب ما لف ودار. الدكتور ماجد واعي ومحترم، لا يمكن تصدر منه هالتصرفات الطائشة. متأكدة؟ متأكدة للدرجة اللي يخليك انك تقبلين الزواج منه؟ انت وش رأيك يا اخوي؟ والله رأي سعود من رأيك، واللي تبينه يصير. الرجال جاني وطلبت منه وقت وهو مستعد ينتظر. هو يصلي يا العنود؟ الدكتور ماجد ما شاء الله عليه متربي ولا يفوت فرض في المسجد. أجل يا بنيتي أتردينه. أنا مع أمي، مدام أخلاقه زينة ومحافظ على دينه ودكتور مثلك لا تردينه. قرار سعود هو قرارك يا العنود. بصراحة الدكتور ماجد ما يرد، وأي بنية تتمنى أن يكون زوجها بأخلاقه وعلمه وطموحه. ألف مبروك يا العنود. مبروك يا بنيتي. مبروك. ألف مبروك يا بنيتي. الله يبارك فيكم. سبحان الله، العنود وهي بيروحون بنفس الوقت. ايه ما شاء الله عليه سعود، رباهم وزوجهم. عقبالك يا سعود. انا مش قلت لك يا يما؟ وش قلت لها؟ اقول لك عاد يا ولدي، ما باقي حد الا انا ونجود. أم منيرة تبي تعرس؟ إيه يا ولدي، أنا أقول مدام سوق العرس ماشي لما نستغل الفرصة ونمك. بعدين نجود صغيرة وتوها في أول الطريق، لا تحرمني يا سعود من شوفتك عريس. يما أنت ليش مستعجل علي؟ وليش مصرة أنك تزوجيني هالأيام؟ أنا أقول لك يا ولدي، خايفة لا تروح عليك البنت اللي هي حاطة عينها عليها. من هي؟ نجلة. أكيد نجلة. يما أنا وين ونجلة وين؟ يكون بعلمك يا سعود، أنت أحسن شاب بهالدنيا وما ناقصك شيء، وأي بنية تتمنى تتزوجك من بينهم نجلة. وبعدين أنت ما عليك قصيرة، الحين أنت شريك أبوها. شوف يا سعود، ولا تستهتر بنظرتي. ايه ترى البنت تبيك يا يمه وتتمنى الساعه اللي تتقدم لها فيها. لا تهجوني يا جماعه وتخلوني اصدق هالكلام. المهم انت تبيها يا سعود؟ وفي احد ما يبي وحده بصفات نجله؟ يكفيها ان ابوها ابو تركي. اكيد يا سعود. عقب عرس هيا بيوم ولا بيومين اروح انا وياك ونخطفها لك. وش قلت يا سعود؟ من كل مال ومن هالعيال يا ابو تركي ان شاء الله. مبروك عليك يا ابو تركي. الله يبارك فيك. حقيقه انا مبسوط ان اول دخله لي لهالبيت في مناسبه ساره مثل هذه. الحمد لله، ان شاء الله فال خير. الدكتور ماجد خطب العنود.
وهو اليوم منا وفينا. مبروك مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيكم جميعا. سارة اجهزوا البنات. هلا نديني يا يما. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف مبروك يا خالتي. هيا شفتوها مستحية. هذانا دينا. مبروك يا رجال. الله يبيض وجهك وينور لك دربك. انت يا ولدي شلت الحمل سنين طويلة من غير كلل او ملل، ما قصرت مع اهلك. عز الله انك رجال. مالك زود يا عم صالح، واذا كنت انا بحملي قمت فالفضل يعود لله ثم لدورك في دعمي ومساندتي على تحمل هالمسؤولية. والله والسبعة انعام منك يا سعود ومنك يا ابو صالح. انتوا رجال نادر وجودكم هالزمان. مالك زود يا ابو تركي والسامعين وراك بعد. ها شو رايك يا ابو تركي نقوم؟ يا ليت. قبل لا نقوم يا ابو تركي ابغيك توعدني قدام الجماعه كلهم انك تحط هيا في عيونك وتعوضها عن كل الحرمان اللي شفته. اوعدك يا ابو صالح. وبيك توعدني بعد انك تحافظ على محمد وتراعيه وتعتبره مثل ولدك. تطمن يا ابو صالح، محمد وامه في عيون الثنتين. هيا جوهره ثمين يا ابو تركي، حافظ عليها حافظ عليها ولا تهملها. تطمن يا جماعه. ابو تركي رجال قول وفعل، لا تخافون على خالتي هيا يا عم ابو صالح. انا معها، شلون تخافون عليها؟ والنعم منك يا محمد. يلا. يلا 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 يا ابو تركي فيها كل شيء. امي احسن واحده تطبخ
وأكلها مرة حلو وكل الناس يحبونه. من مدحها محمد ما حق يا هيا. أكلك يا هيا ما له حل، وزني قاعد يزيد والسبة أكلك. مشكلتكم إني حبيت المطبخ على الكبر، ولا يوم إني صغيرة يذبحوني ولا أدش المطبخ. يعني في أمل في يوم من الأيام أني أتعلم الطبخ؟ لازم تحبين وتتعلمين على الأقل علشان بكرة تطبخين حق زوجك وعيالك. بكرة بتزوجني يا نجلة؟ تتمن يا حمود، ماني متزوجة بكرة. هشوة. يلا يلا يا محمد قبل نتأخر على المدرسة يلا. خلي السواق يوصله يا أبو تركي. معقولة خلي السواق يوصله؟ أجل أنا وين رحت؟ لا تحرميني من هالسعادة أني أوصل محمد المدرسة وأجيبه أنا منها. وأنا بعد أنبسط لما تجي تأخذني، والطلاب كلهم يسألوني يقول لي من هذا، أقول لهم بابا. أنا غلطان؟ لا يا حبيبي، من قال لك أنت غلطان؟ لا يا بابا، أنا أبوك اللي ربيك ويعطيك ويكبرك ويحبك بعد. شكرا. شكرا لك يا هيا، وجودك أنت في البيت ويا محمد خلى البيت روح. يلا يا ابو محمد يلا يلا نتأخر. يلا ماما. يلا حبيبي. يلا شطوري يلا يلا حبيبي. أبوي صادق يا هيا، أنت غيرتي وايد أشياء. وأنتوا بعد غيرتوا أشياء وايدة في حياتي وحياة محمد. أقول نجلة، بدي أخذ رأيك بموضوع، بس أبيش تقولي لي بكل صدق وتأكد اللي بتقولينه أنا ما عاج فيه. شو الموضوع؟ شو رأيك في سعود؟ من أي ناحية؟ يعني كشاب ما عليه خلاف، ولو تقدم حق وحده ظنك بترفضها؟ مجنونة اللي بترفض سعود. أكيد هذا رأيك ولا علشان تجامليني؟ سعود ما يحتاج رأيي فيه يا هيا، بس أنتم ناويين تخطبون له؟ إيه يا نجلة، ناويين نخطب له. وأنا أعرفها؟ توافقين يا نجلة لو أخطبك سعود؟ طبعا أوافق. وشلون تزوجت وهي على ذمتي؟ وش يبقى مارتا على ذمتك؟ العشرة والوصل وتحمل المسؤولية، صرفك عليها وعلى ولدك وسؤالك عنهم. يبا أنا قلت لك الظروف. تعتقد انك اقنعتني بشوية الكلام اللي انت قلته يا صويلح؟ ما في عاقل يرضى باللي انت سويته. تهجر امك وابوك وتهمل هلك وتختفي، تختفي لا حس لا خبر، ما ندري انت ميت ولا حي، وتقول لي الظروف يا صويلح. غصب عني، صدقوني انا ما ادري ليه سويت كذا، بس يوم فقت وحسيت اني شبه ضايع وما ادري وش هدفي رجعت. تأخرت يا صالح، تأخرت بالحيل. والحل يبا؟ ما في اي حل الا انك تعيد تأهيل نفسك وترجع صالح زمان اللي يخاف ربه وما يهمل رعيته، ويبر بوالدينا ويخدم دينه ووطنه. ومرتي وولدي. مرتك، مرتك صارت على ذمة واحد ثاني. ما يصير يبا. صار، القاضي هو اللي طلقها منك لما ثبت له انك هجرتها كل هالسنين. وحبيت أقول لك الكلام يا خالتي عشان ما تسمعينه من برا.
من قال لي يا سعود؟ أنا اتصلت بالشيخ وطمني إن صالح ما يقدر يسوي شيء وإن زواجنا صحيح. وين كان كل هالسنين؟ في الأماكن اللي كنا نسمع فيها. وليش ما كان يتصل أو يسأل؟ ما عنده أي مبرر مقنع. يا بعد قلبي أمه بغت تصفر يوم شافته. يحق لها عقب هالسنين هذه كلها. وصالح يقدر يسوي شيء؟ إذا أنت تبغين ترجعين له يعني. شلون؟ يا هيا إذا أنت حاسة إنك استعجلتي بزواجك ولا شايفتني بالنسبة لك حجر عثرة في طريق حياتك مع صالح، صدقيني أنا ممكن. أرجوك يا أبو تركي لا تكمل، ما بيسمعها منك. صالح مرسل لي يا خالتي عشان يبي يسمع الرد منك. قول إن هي باعتك مثل ما بعتها، وقول إن هي مبسوطة وسعيدة في حياتها اللي ما عاشتها معاك يا صالح. محمد ما جاب سيرته، هو عارف إنه ما يقدر يحرمه منك وإنه مهما حاول ما راح يكسب قلبه عقب هالسنين. هو كان يبيكم جميع يا خالتي. مو بكيفه يغيب وقت ما يبي ويرجع وقت ما يبي ويبي الكل ينتظره. أمثال صالح يبغى لهم وقفة حازمة من الجميع. خلونا من صالح الحين ولا تضيعون فرحتنا اللي جايين عشانها. اللي أعرفه يا أبو تركي إن عندك فكرة عن هالزيارة. إي نعم، وهي أعطتني فكرة عن الموضوع، بس أنا انتظر أسمعها من سعود. أنا يشرفني يا عم أبو تركي إني أخطب نجلة منك، وتأكد إني ما قدمت على الخطوة إلا لما تأكدت إني أنا كفو النجلة وإني بقدر أعيشها بنفس المستوى اللي عايشته معك. أنا موافق وما عندي مانع، وأنا يا سعود بصراحة أنتظر هالساعة وأتمناها من زمان، وأنا لاقي حق نجلة مثلك أنت آمنة عليها. ألف مبروك يا سعود. الله يبارك فيك يا خالتي. مبروك يا سعود، مبروك يا ولدي. مبروك علينا كلنا يما. ما تقومين؟ قومي هيا صوتي على نجلة، خلي تشوف زوجها وزوجها يشوفها. يلا إن شاء الله. حاضر. شلونك يا نجلة؟ تكلم مين؟ أكلم عهود. وما قالت متى بترجع هي واختها من عند سوير؟ الظاهر ما لهم نية يرجعون. هو اللي يطلع من هالجحيم يفكر يرجع له. جحيم مو بجحيم، بيرجعون غصبا عنهم وغصبا عن سعوده. وأبيك تقول لهم كلمة، إذا ما كسروا الشر وما رجعوا البيت راح أحرمهم من كل قرش أملكه، راح أحرمهم من العز هذا اللي راحوا وخلوه. هذا أنت قلتيه بنفسك يا مريم، اطلعوا من البيت. ويا ليت هالشي اللي حصل ينبهك من اللي أنت فيه. اطلعوا بناتك واتركوا لك العز والثروة قبل لا تفكرين تستخدمين سلاح ضدهم مثل ما استخدمتيه أنت والوالدة ضدي. بكرة بعينك بتشوف جايين يطلبون السماح مني، بس خلهم يذوقون شوي الفقر. بس أنت خلك من الحركات هذه. أنت ضحكين على نفسك يا مريم،
بناتك ما يبون فلوسك لأنهم عرفوا أنها سبب تعاستهم وتعاستي. بغت تضيعهم وتضيع مستقبلهم. ناصر، مو وقت فلسفة الحين. بناتي لازم يطلعوا من بيت سوير اليوم قبل بكرة. يا ليت بناتك تربوا عندها، كانوا طلعوا مثل إخوانهم بدل الضياع اللي هم فيه. أنت ذابحتك سوير. أكذب عليك إذا قلت لك لا. يكون بعلمك ما راحت عن بالي ولا قلبي دقيقة واحدة. لا تستفزني يا ناصر، احترامي مو بناقصة. وش اللي تبينه الحين مني؟ شوف لي حل، شوف لي حل في اللي أنا فيه. للأسف يا مريم ما عاد أقدر أسوي لك شيء. خلاص كفاية، أنا ما عاد أتحمل أكثر من كذي وما أبغى أتحمل أكثر. صدقيني يا مريم الموت عندي أرحم من العيشة معك. من زين عيشتي معك؟ من تزوجتك وأنا عارفة أن قلبك مع واحدة ثانية، بس جسمك معاي وقلبك ما فارقها. لو كنتي زوجة صالحة كنتي نسيتيني إياها، لكن لا بالعكس، حركاتك وأفعالك قوت من حبي لها وكبرت في عيوني أكثر. لا تقهرني يا ناصر أكثر من القهر اللي أنا فيه الحين. ذوقي شوي من اللي ذوقتيها المسكينة وأمها وعيالها. شوف يا ناصر، اتأكد اللي بقوله هذا آخر ما عندي. يا أنك تروح ترجع بناتي، يا أنك تطلع من البيت هذا وما ترجع لأبد. أبركها من ساعة الخروج من هالبيت، أنا كنت أبيه من زمان. بس اللي مصبرني ومخليني مستحمل كل هالمدة؟ روح، روح لسوير، عيش معاها الفقر مثل ما أبوك عاش مع أمها. وإذا فعلاً بتختارها كل الأموال هذه بتضيع منك مثل ما ضاعت من أبوك. فلوسك وكثرها 10 مرات ما تسوى العيشة يوم واحد مع سارة. أنا اكتشفت هالشي وعارفه من زمان، بس ما ردني وخوفني إلا أن سارة ما تسامحني، ولا كنت رحت لهم من اليوم اللي ظهر فيه سعود وعرفت مكانه. روح لها، روح لها، روح لها، خلها تنفعك، روح. الله نصر سارة عليك يا مريم وخذ حقها منك. حتى عيالك راحوا لها يدورون على الحب والحنان اللي ما لقوا عندك. كفاية، كفاية يا ناصر، ما أبغي أسمع منك شيء، ما أبغي أسمع منك كلمة. اطلع برا، اطلع برا البيت، ما أبغي أسمع منك شيء، اطلع. هذه أحلى كلمة سمعت منك من يوم ما عرفتك يا مريم. أنا طالع، طالع من هالسجن، من حياة البؤس والهم اللي عشته معاك. طالع ومخليلك الثروة والعز اللي انت ذلتيني بها، خليها تنفعك. برا، برا، اطلع برا، ما ابغى اشوفك برا، برا. Yeah.
سعود يمه الله يرضى عليك يا ولدي، شف من عند الباب يمكن هذه خالتك مصالح العجيز. الحين بس يمه عرفت لوين يودي درب المحبة اللي اخترتيه طريق لنا للخير والسعادة يا بنيتي، والحمد لله على هالساعة ومن صبر نال وربك كريم. وينك يا ناصر؟ تشوف ولدك ليلة عرسه. يبا سامحيني يا سارة، عقب هالسنين هذه كلها جاي تطلب السماح؟ ما كنك تأخرت يبا؟ كان الحجر يتكلم كان قال لك إيش كثر أنا عانيت من بعدك، إيش كثر اشتقت لك يا سهرة وبكيت على فراقك. كرهتيني يا سهرة؟ كرهت أيامي من غيرك يا ناصر. سامحيني يا سهرة. أنت راجع لي يا ناصر، أنا محتاجك أبيك. وأنا قضيت عمري أستناك يا ناصر، أستنى اللحظة اللي تجمعني فيك. سامحيني يا سارة. عمري ما زعلت عليك يا روح سارة. يا جماعة ارحمونا عاد من هالمشاعر. هذه أكيد هي. لا، هذه بنتك نجود، الله يابها علشان تكمل مسيرتي. وانتي بعد يا خالتي عادين لك بالاعتذار، خيبت املك وما طلعت مثل ابوي رجال عند كلمته موقفه. انت سيد الرجال يا ناصر، اللي حصل لك هذا كان فوق طاختك غصب عليك، وانا ملومك يا ولدي. مشتاق لك يا هي. سعود انا محتاج احضنك يا سعود، تعال يا ولدي. سعود يا ولدي سامحني، سامحني على كل اللي عرضتك لو سويته فيك. أنا حملتك فوق طاقتك، حملتك مسؤولية المفروض أنا كنت أشيلها عنك يا سعود يا ولدي. يبا أنا اللي سويته أعتبره بر لك،
وما حد يعرف البر أو يكره. لو تطيعون شوري لا تمشون في درب غير درب المحبة. درب المحبة درب المحبة درب المحبة درب المحبة هو طريق السعادة.